عبد الله السعيد يلعب الكره اللي في العمق، وليد سليمان الخطا المتكرر صلحها حلوه يا ولد يا ولد على الهدف الملعوب، هدف اهلاوي سينمائي من محمد ابو تريكه، اتلعبت حلوه قوي من عبد الله السعيد، وليد سليمان خلف الدفاع يصلحها حلوه لابو تريكه، وابو تريكه يسجل هدف رقم 13 في مرمى نادي الزمالك الرابع افريقيا ولديه سبعه في اطار بطوله الدوري، وفي الكاس عنده هدفين ويتعادل كده في رصيد الاهداف القمه.